مكان بعيد وسط البحر، هناك جزيرة ليتل ساين جيمس. أول ما تشوفوها راح تنبهروا بجمالها وبجمال شواطئها الخلابة، لكن ماضيها أخفى أكبر قضية إتجار بالقواصر لأكثر من 25 سنة تورط فيها نخبة المشاهير والسياسيين بعد ما كانت ملجأهم السري. لكن يا ترى مين اللي كشف الأسرار هذه؟ راح نتكلم اليوم عن قضية جيفري أبستين وجزيرته، وأنا متأكدة أن اليوم راح تسمعوا تفاصيل ومعلومات ما راح تكونوا سمعتوها عند أحد، لأني جد اشتغلت على الموضوع بشكل مو طبيعي. يعني جمعت حرفيا كل المعلومات اللي تخص القضية حقت اليوم من أكثر من مصدر، وفعلا أخذ مني وقت طويل جدا جدا. فإذا أنتم مهتمين تعرفوا تفاصيل أكثر عن مقطع اليوم، تابعوا المقطع لنهاية. اتولد جيفري أبستين بسنة 1953 في بروكلين بنيويورك. كان معروف عن جيفري انه طالب ذكي جدا، لدرجة انه تخرج من الثانوية قبل زملائه وتوظف كمعلم رياضيات بسنة 1974 في وحدة من افضل مدارس نيويورك الخاصة. وهناك تعرف على ألين غرينبرغ، المدير التنفيذي لوحدة من اكبر شركات الاستثمار في الولايات المتحدة بوقتها. مثل ما قلت لكم ان جيفري كان معروف ان انسان ذكي وموهوب بعد، فألين شاف هذا الشيء فيه، وقبل انه يوظفه في شركته مع انه يعرف ان جيفري ما عنده اي مؤهلات للوظيفة. يعني تخيلوا انه بوقتها جيفري ما كان يعرف ايش معنى الاستثمار حتى، واللي هو مجال الشركة. فشي مجنون شلون مدير تنفيذي يقبل انه يوظف انسان ما يعرف اي شيء عن مجال الشركة. لكن جيفري أثبت نظرته خلال سنتين بس، يوم صار شريك للمكتب واشترى أول بيت له بمانهاتن بنيويورك، وشوي شوي أحلامه بدت تتحقق. حتى بيوم من الأيام مدير الموظفين اكتشف أن جيفري كان يتعامل مع الموظفات بطريقة غير لائقة، وأن تحت التحقيق بسبب عمل غير قانوني، وانه كذب عليهم في سيرته الذاتية. يعني انه ما درس في مدارس راقية او تخرج من جامعة مرموقة مثل ما هو مذكور. فانجبر جيفري انه يستقيل من شغله ويشوف احلامه تتحطم قدامه، مع انه كان يعرف انه مستقبله رح يكون مزدهر اذا استمر بهذه الوظيفة. لكن هذه ما كانت النهاية بالنسبة لجيفري، لانه بسنة 1986 تعرف على ليزلي ويكسنر، مؤسس فيكتوريا سيكريت وباث ان بودي عن طريق روبرت ميستر. وتخيلوا ان من اول جلسة له قدر يقنع ليزلي انه يكون مدير امواله، فاعطاه تفويض كامل على ثروته اللي تقدر ب 4 مليار و 800 مليون دولار. مستوعبين ايش معنى تفويض كامل يا جماعة؟ يعني ان كل شيء، حرفيا كل شيء يملكه ليزلي صار يملك جيفري بسبب هذا التفويض، من فيكتوريا سيكريت، من باث ان بودي، من عقاراته، من سياراته، من كل شيء يمتلكه ليزلي صار يمتلكه جيفري. وبعد ما وقع هذا العقد أخذ 400 مليون دولار. فبسبب الصفقة الذهبية هذه انربط اسم جيفري بممتلكات ليزلي لمدة 16 سنة، وقرر أنه يستغل هذا الشيء لصالحه بس بأقذر طريقة. ننتقل لسنة 1991، يوم تعرف جيفري على جيلين ماكسويل بحفلة من حفلات نيويورك. ولازم انكم تعرفوا زين عن جيلين لانها عنصر جدا جدا مهم في القصة. جيلين تكون بنت روبرت ماكسويل، عضو سابق في برلمان المملكة المتحدة وصاحب اكبر الشركات الاعلامية مع ثروة تقدر بمليارين دولار. مع أن روبرت كان عنده 9 أولاد، إلا أن بنت جيلين كانت المفضلة عنده، لدرجة أن يخت الخاص كان على اسمها، وكان دايما دايما ياخذها للحفلات اللي يتواجد فيها المشاهير والسياسيين،
زي بيل كلينتون، دونالد ترامب، العائلة الحاكمة البريطانية وكثير كثير غيرهم. فالمال والسلطة والنفوذ والحياة الفخمة اللي كانت عايشتها جيلين كانت كلها بسبب أبوها. بس هذا الشيء انتهى بيوم 5 نوفمبر سنة 1991 يوم توفى أبوها بشكل غامض على يخته الخاص، وانفضح إنه سرق أكثر من نص مليار دولار من فلوس تقاعد موظفينه. فبدل ما أن تكون ثروته مليارين دولار صارت سالب 4 مليار دولار، يعني صار مديون 4 مليار دولار، مستوعبين؟ فتدمرت سمعته وسمعة عائلته، لأنهم كانوا متوقعين إن بنته جيلين تطلع وتصلح غلطة أبوها، وطبعا هذا الشيء مستحيل لأنها هي أصلا ولا شيء بدون فلوس أبوها. فقررت إنها تحط كل شيء وراها وتهرب من لندن وتنتقل إلى نيويورك. وكثر ما كانت جيلين بحاجة جيفري، جيفري كان بحاجتها هي بعد، لأن جيلين كانت تدور على شخص معاه فلوس يقدر يأمن لها الحياة الفخمة اللي كانت عايشتها عند أبوها، وهذا الشيء كان موجود عند جيفري لأنه معاه فلوس. بس الشيء اللي كان يفتقره جيفري كانت العلاقات، وهو الشيء اللي موجود عند جيلين بسبب أبوها وبسبب الحياة اللي كانت عايشتها عند أبوها. فمن هنا بدأت علاقتهم وعلاقة جيفري مع الشخصيات المشهورة والسياسية، وأقرب شخصية سياسية له من بين كل اللي عرفهم كان دونالد ترامب. كانوا دائما ينشافوا في أكثر من حفل واجتماع، لدرجة أنه يقول لك أنه بسنة 1992 ترامب أقام حفلة خاصة فيه والجيفري مع 28 بنت، هو وجيفري مع 28 بنت. يعني هذا الشيء صدق صدق يوضح قد إيش كانت علاقتهم مرة مرة قوية. لكن الشيء الغير متوقع أبدا إنه بعد 17 سنة انتهت علاقتهم بسبب هوشة حصلت بين ترامب وبين جيفري. واللي حصل إن جيفري كان يبي يشتري قصر في بالم بيتش، لكن اكتشف إن في أحد اشتراه، واللي اشتراه يكون ترامب، مع إنه كان يعرف إن جيفري كان حاط عينه على هالقصر. فهو حس إنه انغدر، فتهاوشوا وانتهت علاقتهم. فيوم ترشح ترامب للرئاسة وانسأل عن علاقته بجيفري، هذا كان رده. Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. I mean, people in Palm Beach knew him. He was a fixture in Palm Beach. I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. طبعاً ترامب قال إن أنا ما كانت تربطني علاقة قوية بجيفري ومعرف إيه، وكلنا نعرف إنه كذاب، لأنه في أكثر من دليل يثبت العكس، من بينهم كلام ترامب عن جيفري من مجلة نيويورك سنة 2002، واللي قال فيه إنه يعرف جيفري من 15 سنة ووصفه بأنه رجل رائع وممتع لقضاء الوقت، وقال إنه يحب النساء الجميلات مثل ما أفعل، لكن معظمهم صغيرات في السن. وكثر ما ان هذا الكلام ممكن ينفهم بشكل عادي انه يحب يكون في فارق عمري بسيط بينهم، الا ان فعليا فضح سر جيفري القذر اللي وراه قصص كثير من الضحايا. بسنة 1995 ماريا فارمر كانت تستعد عشان تتخرج من جامعتها، وعادة الجامعة تقيم معرض فني للطلاب بليلة التخرج. فماريا شاركت بالمعرض بثلاث لوحات رسمتهم، باعت كل لوحة ب 12 ألف دولار ما عدا لوحة ب 14 ألف دولار. حتى فجأة
جاتها مديرة المعرض إيلين غوغنهايم وطلبت منها تبيع اللوحتين بسعر مخفض لثنائي مهمين يتبرعون للأكاديمية دائما. فماريا قالت لها بس أنا أوريدي بعت اللوحات. فردت عليها إيلين عادي روحي قولي لهم أني غيرت رأيك وما تبين تبيعينهم. وفعلا هذا اللي سوته ماريا وراحت واسترجعت اللوحات. فأخذتها إيلين وعرفتها على الثنائي اللي هم جيفري وجيلين وباعتهم اللوحة بنص السعر يعني $6,000 بدل $12,000. طبعا كان واضح على ماريا أنها مضايقة لأنها باعت اللوحة بنص السعر مع أن جاها دبل. فجيفري لاحظ هذا الشيء وقال لها لا تقلقي راح أعوضك. وفعلا بعد فترة اتصل عليها وعرض عليها أنها تشتغل كموظفة استقبال في قصرة. طبعا ماريا جدا فرحت بالعرض ووافقت عليه. في يوم راحت عشان تقابله بدأ جيفري يسولف معاها ويسألها إذا عندها أخوات من باب الفضول. فردت عليه ماريا إيوة عندي أختين أصغر مني، وحكتها عن أختها آني اللي عمرها 16 سنة إنها بنت ذكية جدا وطموحة. طبعا جيفري جدا أعجب بوصف آني من كلام ماريا، فعرض عليها إنه ياخذها برحلة تعليمية مع طلاب عشان تبني سيرتها الذاتية، واتفق معاها إنهم يتقابلون في مزرعتها بنيو مكسيكو. فيوم وصلت آني لمزرعتها عشان تقابلهم استقبلوها وأخذوها عشان يعرفوها على المكان. طبعا آني كانت جدا مبهورة بالشيء اللي هي جالسة تشوفه، كمية البزخ وكمية الثراء كانت مو طبيعية أبدا. وفجأة وهي جالسة تتفرج على المكان عرضت عليها جيلين إنها تسوي لها جلسة مساج. طبعا آني وافقت، بس شوي شوي بدت تستوعب إن كأن ما في أحد غيري. حرفيا ما كان في أحد في المزرعة في المكان كله غير هي وجيلين وجيفري. فبدت تقلق جدا، خصوصا إن يوم جيلين كانت تسوي لها المساج طريقتها كانت مو مريحة أبدا والأبواب كانت مفتوحة. بس الشيء اللي أكد لها هذا الشعور هو في اليوم اللي بعده، يوم دخل جيفري على غرفتها بدون أي استئذان وفجأة بدأ يتقرب منها بطريقة جدا جدا غريبة. فآني خافت جدا وحاولت تتهرب منه بعذر أنها تبي تدخل الحمام الله يكرمكم. فهنا آني تأكدت أنه لا في شيء مو طبيعي جالس يحصل، لكنها قررت تتكتم عن الموضوع وما تخبر أي أحد أبداً حتى أختها ماريا. بس اللي ما كانت تعرفها إن أختها ماريا جاها اتصال من جيفري يطلب منها إنها تكون الرسامة الخاصة لليزلي ويكسنر. طبعاً ماريا ما كانت تعرف مين هو فسألت عنه، وقال لها جيفري هذا صديقي العزيز اللي مستعد يسوي لي اللي أبي. طبعا ماريا وافقت على العرض وكانت جدا مبسوطة ان جيفري كان صادق معاها وعوضها. فيوم وصلت لبيت ليزلي بدت ترسم اللوحات واختارت اخواتها كشخصيات للوحاتها، حتى فجأة جاتها جيلين وطلبت منها طلب يصدم ما يخطر على البال ابدا. قالت لها ابيك تسوين مساج لرجول جيفري. ماريا كانت قرفانة ومصدومة من الطلب الغريب هذا، بس اضطرت انها توافق عشان ما توريهم ان هي والله مو ممتنة للشي اللي سووه لها والاختها. بس ما كان عندها اي فكرة ان جلسة المساج هذه راح تاخذ منحنى ثاني تماما وتتحول لاعتداء من جيفري وجيلين. مشاعر ماريا بوقتها كانت مختلطة بين غضب اشمئزاز خوف ومشاعر ثانية كثير. وجيلين كانت بهذه الفترة تحاول تسكتها أن كل شيء رح يعدي على خير، بس ماريا ما تحملت وهربت لغرفتها. وفي هذه اللحظة استوعبت أنها ممكن تكون ورطت أختها آني واللي على الأغلب عاشت نفس اللي عاشته هي. فقررت أنها ترجع لنيويورك وتبلغ الشرطة بكل اللي حصل، لكن جاها اتصال من جيفري يطلب منها أنها تسكت عن اللي حصل ليلة أمس مقابل أنه ينفذ لها اللي تبيه. لكنها أنهت المكالمة وبلغت الـ FBI بكل اللي حصل معاها. بس تخيلوا أنهم ما تعاملوا مع الموضوع تماما ولا كأن جاهم بلاغ عن الشيء اللي حصل. يعني مو جالسة أتكلم عن الشرطة، أتكلم عن الـ FBI الشرطة الفيدرالية. فهنا ماريا استسلمت، أو فعليا مو استسلمت، فقدت الأمل وقررت أنها تصارح عائلتها باللي حصل معاها. وبوقتها
اكتشفت ان اختها آني حصل معاها نفس الشيء، فقرروا انهم يتواصلوا مع صحفية اسمها فيكي تشتغل في مجلة فانتي فير، واللي بدورها عرضت قصتهم على جيفري عشان تسمع طرفه من القصة. بس قال لها هم يحاولوا يشوهوا سمعتي لانهم مجرد مراهقات معجبات فيني، بس تدرين يا فيكي لو نشرت المقالة وما اعجبتني صدقيني هذا الشيء ما راح يكون في صالحك ولا في صالح عائلتك. طبعا فيكي او الصحفية كانت حامل بتوأم وقتها، فسألها وين راح تولدين؟ تدرين اذا قلتي لي او لا مو مهم، لاني اعرف كل الاطباء في الولايات المتحدة، واذا نشرت المقال وما اعجبني راح اطلب من طبيب ساحر انه يلعن اولادك اللي باقي ما انولدوا. هذا الكلام كان كافي يثبت لفيكي ان جيفري عبارة عن شيطان متنكر بهيئة انسان، وبسبب فلوسه ونفوذه قدر يشتري صمت المجلة ويحول المقالة لصالحه، ولا كأنه حصل شيء مع ماريا وآني. ومع انهم اول ضحايا بلغ الشرطة بافعال القذرة، لكن تجاهلهم له خلاه يتمادى اكثر، وماريا وآني ما يكونوا اخر ضحايا. So for 18 years I've been in hiding and I've continued to receive threatening phone calls from Ghislaine Maxwell. How recently have you been threatened by Ghislaine Maxwell? It's been about 5 years now, was my last time. But the problem is when you've been emotionally terrorized like that and with all the promises and the different ways she promised me I would die, I can't even go outside peacefully. I had Ghislaine promising me multiple ways that that people were going to be killing me. Do you believe that Ghislaine Maxwell has the capability, the power to do that? To actually hire people Absolutely. To kill you? Mm-hmm. Yes, she's very well connected. She made sure of it, that we all knew it. So I believe her. I believe her. And that's why I think I'm still alive. What sort of threats has she made against you? So she originally it started with things like I'm gonna burn your art, and then I'm gonna burn your career, and then I'm gonna burn you and the house you live in. And then it was like, well, you better be careful while you're jogging because there's so many ways to die there. And then it was, oh, be careful crossing a street, you know, you can get you know, just a lot of veiled threats, but they were threats against my life. And I told the FBI this, and I asked for witness protection, and I never received it. لمدة 26 سنة، جيفري وغيلين استدرجوا آلاف الضحايا من نقطة ضعفهم عشان يستدرجوا له ضحايا ثانيين ويتاجر فيهم. واختياره للضحايا ما كان عشوائي أبداً. بالعكس كان يتعمد انه يختارهم صغار ويبون يحققون احلامهم ويبنون مستقبلهم، وجيفري كان يقنعهم ان الفرصة الذهبية عشان يحققون احلامهم. وعشان كذا معظم ضحايا مثل كيكي دو، ميشيل ليكاتا، جينيفر اراوز وكثير غيرهم كانوا يتشاركون نفس القصة تماما. انعرض عليهم مبلغ $200 مقابل جلسة مساج مدتها نص ساعة، لكن اللي كان يحصل فعلا انه كان يعتدي عليهم مقابل $200. وترى ما كان هذا الاسلوب الوحيد اللي يخدع ضحاياه فيه، بالعكس مرات كان يجيهم من باب انه مستعد يحقق احلامهم ويتكفل برسومهم الدراسية، مرات كان يجيهم من باب انه يقدر يوظفهم في اي مكان يبونه بسبب علاقاته ونفوذه. يعني بالعربي تعددت الاسباب والغاية واحدة. لكن اللي فضح غاية جيفري هم ضحيتين، فيرجينيا روبرتس وسارة رانسميث. بسنة 2006 انتقلت سارة رانسومي لنيويورك عشان تكمل جامعتها وتبدأ حياة جديدة، وهناك تعرفت على نتاليا ماليشيف اللي حكتها عن واحد يحب فعل الخير ويمكن يساعدها تحقق أحلامها. طبعا أول ما سمعت سارة هذا الكلام فرحت جدا، بس جزء منها ما كان مقتنع لأنه too good to be true، بس قالت خلني أجرب حظي ما رح أخسر شيء. وفعلا راحت وقابلتها وجدا جدا ارتاحت له. وبعدها بكم يوم جاها اتصال من نتالي تقول لها فيه إن جيفري مستعد يتكفل برسومها الدراسية، وعرض عليها إنه ياخذها لجزيرته الخاصة على طائرته الخاصة.
ومن الرحلة الأولى استوعبت سارة كويس إيش اللي جالس ينتظرها بعد ما شافت جيفري يعتدي على بنت قدام الكل في الطيارة. سارة ما كانت مستوعبة وما كانت مظلومة من شيء كثر ما أن الكل كان متجاهل للشيء اللي جالس يحصل. يعني ما حد كان مظلوم غيرها، ما حد كان جالس يطالع غيرها أن اللي زي إيش فيه. فقررت أو فعليا كيف أقول لكم أجبرت نفسها أنها تتجاهل الشيء اللي يحصل عشان ما تكون هي الوحيدة اللي جالسة تطالع وتتأذى بسبب هذا الشيء. وأول ما وصلت على الجزيرة أخذوا جواز سفرها وجوالها وطلب منها جيفري أنها تطلع لغرفة المساج وتنتظره بدون ما تعرف أن بعد لحظات رح يتم الاعتداء عليها. سارة قالت أن كل ما كان جيفري يشوفها مكسورة كل ما كان يحس بلذة الانتصار ويتحمس أنه يؤذيها ويؤذي غيرها، لدرجة أن مرات كان يجوعها ويعتدى عليها أكثر من 3 مرات باليوم، وبأي مرة كانت تحاول تهرب فيها كان يكتشف فورا بسبب أنها كانت مراقبة، وكان دائما دائما يهددها أنها لو فكرت تخبر أي أحد عن اللي جالس يحصل رح ينهي حياتها وحياة عائلتها. لكنها قدرت تهرب منه وسافرت للمملكة المتحدة، وطوال هذه الفترة كانت عايشة برعب غير طبيعي لدرجة أنها غيرت بيتها 47 مرة خوفا من أن جيفري يكتشف وين هي تعيش وين هي حياتها أو يؤذيها ويؤذي عائلتها. At one point when I was being raped every single day, sometimes for 3 times a day, when Ghislain herself by her own hand forced me into Jeffrey's room to be raped, did she say I'm sorry? And it's really sad that she felt that I wasn't worth anything. She'll never see the beach or the sea again because of her actions. And it's something I'll never be able to understand. I'm sorry. بسنة 2001 فيرجينيا روبرتس كانت في إحدى منتجعات بوم بيتش تقرأ كتاب عن كيف تصير أخصائية مساج محترفة، وهناك شافتها جيلين وقالت لها أوه تبين تصيرين أخصائية مساج؟ أعرف واحد يدور على أخصائية مساج وعند الاستعداد إنه يدربك ويعطيك $200 على كل جلسة، ودك تجين اليوم وتقابلينا؟ طبعا فيرجينيا وافقت بدون أي تردد وراحت للمقابلة. بس بعد ما استقبلتها جيلين كانت المفروض أنها تاخذها لغرفة المساج، لكنها أخذتها لغرفة نوم جيفري، وأول ما دخلت طالع جيفري بجيلين وابتسم ابتسامة خبيثة جدا ما فهمتها فيرجينيا بلحظتها. طبعا بالبداية الجلسة كانت طبيعية جدا، ما كان في أي شيء غريب جالس يحصل، جيفري كان يسولف معاها ويسألها عن حياتها. ففيرجينيا كانت جدا ممتنة للفرصة اللي قدمتها جيلين لها أو للفرصة اللي قدمها جيفري لها، فمن باب التعاطف حكتهم عن ماضيها السيء وإنها سبق وتعرضت للإساءة من قبل، بس ما كانت تعرف إنها الحين بنظرهم مجرد فريسة مناسبة عشان يعتدي عليها هو وجيلين، وهذا اللي حصل فعلا. فيرجينيا ما كانت تعرف إيش رح يكون مصيرها إذا رفضت أو حاولت إنها تقاوم، فاضطرت إنها تطيعهم وتنفذ كل شيء انقال لها بالحرف الواحد. وأول ما خلصوا من فعلتهم القذرة أعطوها $200 وطلبوا منها إنها ترجع ثاني، ولأنها حياتها مدمرة وهذه كانت الطريقة الوحيدة عشان تبني مستقبلها باعتقادها، ففعلا رجعت ثاني. وبالمقابلة الثانية جيلين قالت لها إيش رأيك إنك تتركي شغلك وتصيري أخصائية المساج الخاصة فينا؟ راح تسافري حول العالم وتلتقي بشخصيات ومشاهير في حياتك ما كنت تتوقع إنك راح تقابلينهم من قبل. يعني أسلوبهم كان خبيث جدا جدا، كان يوهم الضحية إنهم أوه لطيفين وراح يسووا أشياء عشان مصلحتها، لكن فعلينهم كانوا يؤذونها. يعني تخيلوا إن بنفس الوقت اللي هم كانوا يعتدون عليها
كانوا يتغدون سوا، كانوا يطلعون حدائق مع بعض، كانوا يتفرجون أفلام سوا، وكانوا يعرفوها على الشخصيات المشهورة. فبنفس السنة التقت بالأمير أندرو في بيت جيلين الريفي، وبليلتها راحوا لملهى ترامب الليلي. فيوم رجعوا طلبت فيرجينيا من جيفري إنه يصورها مع الأمير أندرو، لأنها كانت جدا مبسوطة إنها التقت بأحد مشهور، يعني شخص من العائلة الحاكمة. بس ما كانت تدري إن بعد الصورة هذه راح يعتدي عليها مثل جيفري. فيرجينيا ما كانت تعرف إنها مجرد دمية بالنسبة لجيفري يتاجر فيها لأصحابها من رجال الأعمال والسياسيين عشان يمارسوا أفعالهم القذرة على الضحايا، ويشتري سكوتهم على أفعال القذرة بفضيحتهم. She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room. Jeffrey lifts his head up, looks at Ghislaine, Ghislaine looks at him, and I call it the Cheshire cat grin because his face just went like this and it was like a nod of approval. Ghislaine got me quickly into like, here's the lotions, here's the oils, we're gonna each take half of his body so you can follow my instructions. It just looked like a legitimate massage. Then they also started asking me questions about my life. I really, really wanted this job. So I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm their perfect type. Ghislaine grabbed one foot, I grabbed the other. And she says, you always want to keep one hand on the body when you're massaging somebody. And then he turns over and the entire thing changed. بيوم من الأيام جيلين قالت لفيرجينيا أنها تبي تتكلم معاها في موضوع مهم. طبعا طرى على بال فيرجينيا مليون حاجة، بس على الأكيد أنه ما طرى على بالها أنها راح تطلب منها أنها تحمل بطفلها هي وجيفري، يعني فيرجينيا راح تحمل بطفل جيلين وجيفري. طبعا فيرجينيا وافقت بس على شرط أنهم يخلونها تاخذ شهادة تدليك مثل ما هم وعدوها، وما كان عندهم أي مشكلة، بالعكس حجزوا لها تذاكر سفر لتايلند عشان تروح وتاخذ الشهادة من هناك. بس هذه كانت كلها خطة من فيرجينيا عشان تقدر تهرب منهم. وأول ما وصلت هناك التقت بروبرت اللي تزوجتها بعد أسبوع من تعارفهم، وسافروا لأستراليا وقرروا أنهم يقدموا بلاغات ضد جيفري. طبعا بهذه الفترة الشرطة بدأت تلتفت لجيفري لأن جاها أكثر من بلاغ عليه، فبدأ يحس نفسه مهدد، فقرر إنه يخلي ملجأ السر الجديد هي جزيرة الخاصة اللي اشتراها سنة 1998، ويحول كل أعماله لهناك عشان يمارسها بكل قذارة وبكل سرية. فكل الحفلات اللي يقيمها ويدعي المشاهير عليها كانت هناك، ويقال إن عدد كبير من السياسيين والمشاهير ممكن يكونوا متورطين بسبب تواجدهم على الجزيرة، خصوصا بعد اللائحة اللي انتشرت بيوم 4 يناير اللي تضمنت أسماء سياسيين ومشاهير مثل ليناردو دي كابريو، بعد ما طلعت وحدة من الضحايا
الضحايا وقالت إنها كانت تسوي جلسة مساج لجيفري وسمعته يتكلم مكالمة هاتفية مع واحد، فمن باب الفضول سألتها مع مين جالس تتكلم، وقال لها إنه يتكلم مع الممثل ليناردو دي كابريو. طبعاً انذكرت أسماء كثير زي جيم كاري، بيونسي، ليدي غاغا، إمينيم، وكثير من المشاهير اللي باقي ما تم تأكيد إذا هم متورطين ولا هم بس زاروا الجزيرة ولا هم على معرفة بجيفري. بس من الأسماء اللي تم تأكيد تورطها هو العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج. أوه ماي جاد، قد إيش أنا كنت مصدومة يوم شفت اسمه. حرفياً توقعت إني أشوف يمكن اسم أي أحد، بس مو هذا، حرفياً مو هذا. لأن فيرجينيا قالت إنه كان يطلب من البنات الصغار جداً جداً، صغار جداً جداً يعني أصغر من 12-11 سنة، إنهم يحلوا مسائل فيزيائية وهم عاريات بالكامل. طبعاً انذكر أسماء ثانية زي الأمير أندرو، الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون. وعلى طاري بيل كلينتون، خلونا نتكلم على العلاقة أو عن العلاقة اللي كانت تربطة بجيفري أبستين. طبعاً انتشرت لهم أكثر من صورة مع بعض وهم في حفلات واجتماعات مختلفة تأكد صداقتهم، لكن بسنة 2019 صرح بيل كلينتون إنه ما تكلم مع جيفري لفترة طويلة وإنه ما عنده أي فكرة عن الجرائم اللي ارتكبها، ونفى أن زار جزيرة الخاصة، واللهم إنه هو بس سافر معاه على طائرته الخاصة 4 مرات. بس فيرجينيا صرحت بإحدى المستندات إنها شافت بيل كلينتون على جزيرة جيفري مع بنتين صغار من نيويورك، والشيء اللي يأكد إن كلامها صح وإنه فعلياً كان على الجزيرة هو رسمة له وهو لابس فستان أزرق في الجزيرة، وآي ثينك رسمة ثانية. وحتى إن جوانا سيوبرغ اللي هي واحدة من الضحايا قالت إن جيفري خبرها إن بيل كلينتون يحب البنات الصغار. فهل فعلا بيل كلينتون بريء وما عنده أي فكرة عن الشيء اللي جالس يحصل؟ حتى مع وجود اسم بيل كلينتون أكثر من 73 مرة في كتاب جيفري الأسود ومع ما يقارب 20 رقم له، وحتى مع وجود هذه الصورة كمان؟ في مارس سنة 2005 جال شرطة بالم بيتش اتصال من وحدة تدعي ان بنت زوجها اللي عمرها 14 سنة راحت القصر جيفري بعد ما عرضت عليها وحدة انها تسوي جلسة مساج له مقابل $300، ويوم رجعت كانت بملابسها الداخلية فقط. طبعا هذه ما كانت اول قصة تسمعها الشرطة عن جيفري، ومعظم القصص اللي كانت تجيهم او البلاغات اللي كانت تجيهم كانت تتشابه بشكل رهيب جدا، فبدأوا يحققوا عنها بشكل سري لمدة 13 شهر حتى يوليو سنة 2006 تم القبض عليه بتهمة استغلال القاصرات جنسيا والاعتداء عليهم. بس تخيلوا معاي ان طلع خلال ساعتين بكفالة $3,000. معليش، إيش $3,000 بالنسبة لواحد مثل جيفري أبستين؟ بالنسبة له حرفياً هذه 3 سنت، مو $3 ولا 30، 3 سنت والله العظيم وبدون أي مبالغة. بس هو أصلاً كان مظبط وضعه مع الشرطة، يعني قبل فترة تبرع لهم $100,000 عشان يشتري سكوتهم. بس الوحيد اللي ما سكت عن الموضوع هو مدير قسم الشرطة، كان شايف ان تهمته كبيرة جدا واكبر من انه يفلت $3,000، فحول القضية لقسم الـ FBI واللي بدورها بدأت تبحث عن الموضوع وتحقق مع جيفري حتى اثبتت التهمة عليه. بس قوة علاقاته خلتها يعقد صفقة مع المدعي العام ألكساندر أكوستا انه ينسجن سنة ونص مقابل انه يطلع من السجن 12 ساعة عشان يروح لشركته تحت رقابة الشرطة، وانهم ما يحققوا مع اي احد متورط في القضية زي جيلين ماكسويل، بيل كلينتون، هيلاري كلينتون، الامير اندرو وكثير غيرهم. يعني كأنه طلع نفسه انه هو المتورط الوحيد في هذه القضية، وطبعا هو ما سوى هذا الشيء من طيب خاطر عشان يحمي سمعتهم الذهبية، لا لا لا، كان له مصلحة في الموضوع، لو مو مستفيد منه ما كان سوى هذا الشيء اصلا.
فلكم أن تتخيلوا يا جماعة الخير إن بالمعنى الحرفي ما انسجن، يعني بعيدا عن أنه كان يروح الشغلة وكان يجيب قاصرات، مع أنه كان يقال لك تحت رقابة الشرطة كان يجيب قاصرات للشركة، إلا أنه كان مسموح له يطلع ويتسوق ويسوي رياضة في بالم بيتش حفاظا على صحته. فتقدروا تتخيلوا إيش كان شعور الضحايا وهم يشوفون الشخص اللي دمر حياتهم ما تعاقب حتى بسبب قوة علاقاته. لكن الحسنة الوحيدة بالموضوع إن بسبب إن اسمه انربط بهذا النوع من التهمة فتدمرت سمعته تماما، والكل سحب عليه وبعد عنه حتى حبيبته جيلين ماكس. الاتفاق كان إنه ينسجن لمدة 18 شهر، بس بقدرة قادر طلع بعد 13 شهر بسبب حسن السلوك. يا سبحان الله. بعد 7 سنين فيرجينيا روبرتس رفعت دعوى قضائية على الأمير أندرو بتهمة الاعتداء عليها، ورفعت دعوى قضائية ثانية على جيلين وجيفري بتهمة الاعتداء عليها والمتهمة فيها بعمر 17 سنة. وبمجرد ما انتشرت الأخبار، الإعلام البريطاني بدأ يحاول يشوه سمعة فيرجينيا وأطلق عليها ألقاب غير لائقة، مع أنها ضحية حفاظا على سمعة الأمير أندرو. واتضح ان جيفري اعطاها $15,000 مقابل سكوتها عن اللي حصل بينها وبين الامير اندرو. طيب خلونا الحين ننتقل لسنة 2019، لانه بوقتها القضية انفتحت ثاني، وراح اخبركم الحين ليش القضية انفتحت ثاني. بهذه الفترة دونالد ترامب استلم رئاسة الولايات المتحدة، فأليكس أكوستا صار المدعي العام الخاص بالرئيس، فالصحفيين بدأوا يبحثوا عنه وينبشوا بماضيه على أساس يتأكدوا إذا هو يستاهل هذا المنصب أو لا. فاكتشفوا أنه أقام صفقة مع جيفري أبستين، فطلبوا أن القضية تنفتح ثاني ويعيدوا النظر فيها. فأول ما انفتحت القضية، المدعي العام أليكس قدم استقالته. حاول جيفري انه يهرب لباريس، لكن اول ما هبطت طائرته الشرطة القت القبض عليه. طبعا راحوا بيته عشان يفتشوه ويبحثوا عن الادلة، ويا الله يا البلاوي الزرقاء اللي شافوها هناك. ايش يخطر على بالكم؟ حرفيا شافوا تزوير، رسومات وصور ومقاطع غير لائقة للضحايا، مقاطع وصور غير لائقة للمشاهير والسياسيين. ومن بين الاسماء اللي شافوها في كتاب الاسود كان الأمير أندرو. فبسبب ضغط المجتمع على الأمير أندرو إنه يطلع ويفسر حقيقة الكلام المتداول عنه، طلع بمقابلة وهذا كان رد. بسبب إنه فضح نفسه في المقابلة، وطبعا هذا الشيء كان واضح بالنسبة للكل، فتأثرت سمعة العائلة المالكة البريطانية جدا جدا، فاضطر إنه يقدم طلب تسوية مع فيرجينيا بقيمة $14 مليون. وعشان تفهموا إيش هو طلب التسوية في حال إنكم ما كنتوا تعرفوا، هو إن لا فيرجينيا تتكلم عن الشيء اللي حصل ولا الأمير أندرو يتكلم عن الشيء اللي حصل، وفعلا فيرجينيا وافقت عليه. طيب خلونا الحين نرجع لجيفري اللي كان أثناءها لسه مقتنع إن ماله وعلاقاته رح ينقذوه زي العادة. فتخيلوا إنه عرض إنه يدفع ثروته بالكامل مقابل إنه ينسجن بقصره بنيويورك، لكن القاضي ريتشارد رفض طلبه وانسجن. وبعد أقل من شهر شافوا جيفري أبستين ميت في زنزانته، وحددوا سبب الوفاة على إنه أنهى حياته بنفسه. بس هل فعلا أنهى حياته بنفسه؟ عشان نفهم من وين جات النظريات على حقيقة موت جيفري، لازم أننا نرجع ليوم 23 يوليو سنة 2019. بوقتها شافوا جيفري مصاب وفاقد للوعي، فاشتبهوا أنه حاول ينهي حياته بعد ما شافوا كدمات على رقبته. طبعا حطوا ببالكم ان جيفري ما كان بسجن انفرادي، كان في احد ثاني معاه في الزنزانة. فيوم استجوبت الشرطة وسألتها عن اللي حصل، قال لهم انه ما عنده اي فكرة عن الشيء اللي صار. وطبعا هذا الشيء مستحيل يكون صح، لان ما دام معاه في نفس الزنزانة فسلامات، وين انت
وشلون ما تعرف عن الشيء اللي حصل، خصوصا ان بعض المصادر تقول ان زميله تهجم عليه، والشرطة ما استبعدت ان هذا الشيء يكون صح لانه متهم 4 مرات بالقتل. فشافوا انه اوكي خلينا ننقل جيفري لزنزانة ثانية يكون افضل. والحين ابيكم تركزوا زين معاي لاننا راح نستنبط اشياء كثيرة من الكلام اللي راح اقوله الحين. بليلتها كان في 700 سجين يحرسهم 18 حارس فقط، من بينهم حارسين المفروض انهم يشيكوا على جيفري كل نص ساعة ويتأكدوا ان اموره تمام. بس سبحان الله بليلتها خفيوا 3 ساعات عنا، وكاميرات المراقبة اللي تصور زنزانته تعطلت فجأة. وعلى الساعة 6:30 جو وشافوا جيفري ميت بعد ما شق نفسه ببطانية سريرة. يوم نقلوا جسمه للطب الشرعي قالوا انهم شافوا كسور في العظام اللامي او في العظم اللامي، وركزوا عليها بزيادة لان الكسور في هذه المنطقة تكون موجودة غالبا عند ضحايا القتل بسبب الخنق، ونادر جدا 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 انها تكون موجودة عند ضحايا اللي انهوا حياتهم بنفسهم. فهل نقدر نستبعد تماما ان في احد حاول ينهي حياة جيفري؟ يعني صدق تشوفونه شيء منطقي ان حارسين كانت وظيفتهم الوحيدة انهم يشيكوا عليه كل نص ساعة فجأة ينامون 3 ساعات، وكاميرات المراقبة اللي عند زنزانته هي الوحيدة اللي تتعطل يومها؟ صدق تحسونه شيء منطقي؟ الشيء اللي خلينا نشك اكثر واكثر بعد ان قبلها بكم يوم جيفري حول كل فلوسه لاخوه، وكأنه جاء خبر ان في احد راح ينهي عليه. لا تنسوا ان كثير من المشاهير والسياسيين متورطين بالقضية، وحرفيا ممكن ينفضحوا باي محاكمة وتتدمر سمعتهم، فمن مصلحتهم انهم يخلصوا عليه ويندفن مع اسرارهم. اعتقال جيلين ماكسويل بسبب تورطها مع جيفري بيوم 28 ابريل سنة 2021 وانحكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة، والى يومنا هذا المحاكمة لا زالت مستمرة ولسه بتطلع اشياء كثير ومستندات كثير عن القضية. وطبعا جيلين ما زالت تنفي كل الادعاءات وتحاول تبرئ نفسها. قضية جيفري وضحت لنا حقيقة كثير من المشاهير والسياسيين اللي يعتقدون ان بسبب مالهم ونفوذهم وسلطتهم انهم اعلى من الاشخاص العاديين، فالمفروض ان رغباتهم تكون مختلفة حتى ترضي جنون عظمتهم. لكن السؤال هنا، هل هذه الحقيقة الكاملة او هل رح نعرف الحقيقة الكاملة ولا تنتظرنا خفايا اعظم؟